يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا. يبتدوا معانا حلقه جديده من السادسه، تحياتي لحضراتكم. حلقه الحقيقه فيها موضوعات كتير جدا، ويمكن اللي تابع السادسه امبارح كنا بنتكلم على رابطه الانديه وعلى التفاصيل الخاصه بيها وعلى الاهداف اللي نتمنى انها تتحقق. في كتير من الناس، بعض الخبثاء زي ما بيقولوا كده، بيشوفوا ان هو تم البدء او تم تطبيق رابطه الانديه الموسم ده لانه موسم صعب جدا، موسم استثنائي جدا، وفي كتير من المشكلات المتوقعه، وبالتالي هيكون تحدي حقيقي واختبار صعب جدا لرابطه الانديه في مسؤولياتها الاولى في تنظيم مسابقه الدوري العام. على كل الاحوال في اهداف كتيره جدا، في شكل نتمنى انه الدوري يظهر عليه، تحديات صعبه، سنه زحمه اقول زي ما انت عايز، عدد الارتباطات فيها على مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخبات كبير جدا، موسم غصب عنا شئنا ام ابينا بيبدا متاخر، وبالتالي اعتقد ان ده واحد من الامتحانات. لكن على اقل تقدير جمهور الكره بيحلم انه يشوف مسابقه منتظمه، بيحلم انه يشوف مسابقه واضحه المعالم، بيحلم انه يشوف صوره ونسخه من الدوري المصري مختلفه. لازم نحس بفرق السنه دي عشان التجربه تنجح. مش بنطالب بتحول جذري، مش بنطالب ان احنا نشوف نسخه اوروبيه المعالم، لكن في على اقل تقدير مطلوب ان احنا نحس بفارق، فارق من ناحيه تنظيميه، فارق من ناحيه المشاكل التقليديه اللي احنا بنشوفها في السنوات الاخيره، نحس انه في طفره بتحصل او في نقله نوعيه بتحصل لقدام. هنتكلم على اختيارات، وبصرف النظر عن الاسماء طبعا اللي تم اختيارها او تم انتخابها، وبالمناسبه الاسماء فازت بالتزكيه، مهمه صعبه ومهمه ثقيله، ولكن ما عنديش شك ان احنا نقدر ننجح لو عايزين. النقطه الثانيه الحقيقه اللي هنتكلم فيها، ويمكن في النهارده معانا جوله مهمه جدا هناخد حضراتكم فيها في متحف الفيفا في زيورخ، هيكون في ضيافتنا من خلال فيديو كونفرنس مدير المتحف، هنتكلم معاه على تفاصيل، هنحاول ننقل لحضراتكم صوره واحده من اهم اللغات اللي بيتكلمها العالم كله النهارده، هي لغه كره القدم، واحده من اهم اهدافها هي انها تقرب وتدوب الفوارق اللي بين الثقافات والفوارق اللي بين الشعوب، وواحد من اهداف المتحف انه يحقق ده. هنتكلم معاه وناخد حضراتكم في جوله ونشوف اهم المقتنيات المصريه الموجوده داخل متحف الفيفا في زيورخ. بالتاكيد لازم نتكلم على المباراه المنتظره، فرقتنا وحشتنا مفيش شك، منتظرين كمان النيو لوك اللي هيظهر بيه سكواد او هتظهر بيه فرقه النادي الاهلي وسكواد الاهلي في الموسم الجديد، والبدايه مع انطلاقه بطوله سوبر المصري هتكون مع طلائع الجيش، اللي بالمناسبه برده اخر مباراه جمعتنا بيه في الموسم الاخير كانت مباراه بطوله، مباراه الكاس، ونتمنى ان شاء الله انه الفوز يكون من نصيب النادي الاهلي. هنروح لاسكندريه ونتابع اخبار الفرقه واخبار تمريناتها واستعداداتها لمواجهه السوبر. معانا كمان وجبه دسمه جدا من المانيا وتحديدا من ميونخ، بايرن ميونخ وسباعيه، ومعانا كمان من هولندا وتحديدا اياكس، تسعيه تسع اهداف في مباراه واحده. اتمنى انكم تستمتعوا بحلقات النهارده. تعالوا بقى نبتدي الحلقه باهم اخبارنا وعناويننا. الاهلي يواصل تدريباته في برج العرب استعدادا لمباراه السوبر. 9 محترفين في قائمه المنتخب لمواجهه ليبيا في تصفيات المونديال. اتحاد الكرة يعين سويلم وصفي الدين لرابطة الأندية. بايرن ميونخ يسحق بوخم بسباعية في الدوري الألماني. وآياكس يسحق كامبر بتسعة أهداف دون مقابل. طيب نبدأ الحلقة الحقيقة بالكلام عن منتخب مصر. طبعا يعني حضراتكم عارفين طبعا ومتابعين الموقف والتطورات في الفترة الأخيرة، استخدام اتحاد الكوره لكارلوس كيروش البرتغالي عشان يتولى مسؤوليه الاداره الفنيه للمنتخب، واحنا اتكلمنا على التحديات اللي بتقابل الراجل في الفتره اللي جايه، وخصوصا انه بعيد ومش متابع، يعني بالتاكيد واتكلمنا وقلنا انه الجهاز الفني كابتن ضيا وكابتن شوقي هيوفروا الراجل بدايه طبعا ماتشات المنتخب، هيتفرج هيشوف فيديوهات هيتابع لعيبه، لكن في النهايه كمدير فني مش هيقدر يكون فكره كامله، على الاقل وانت بتتكلم على فتره معسكر ايه 10 ايام، اقل يمكن من 10 ايام قبل ماتشين في منتهى الاهميه. وارجوكم انه محدش يستهين بمنتخب ليبيا. منتخب ليبيا منتخب محترم جدا، وبدايه فيه لعيبه على مستوى عالي جدا، منهم لعيبه انا شخصيا اتمنيت ان هم ينضموا للنادي الاهلي فتره من الفترات. وقدموا مردود كويس جدا مع الانديه اللي هم بيلعبوا بيها، مش عايز اضخم منتخب ليبيا قوي، لكن ظروف الماتشين دول كمان حطونا في موقف صعب، لانه ليبيا النهارده متصدره، تعطلها لمصر في مباراه من المباراتين، مباراه واحده بس، يعني تحقيق المنتخب الليبي
لمكسب في مباراة واحدة من الماتشين اللي هتجمعهم بالمنتخب المصري في بداية شهر 10، هنلعب 9 و12 تقريبا، يرجح قوي من فرصها في صدارة المجموعة. ليه؟ انت ما قدامكش بديل غير انك انت اللي تعطل وتركب الصدارة في الماتشين دول تحديدا. يعني ليبيا النهاردة 6 وانت 4، فبالتالي انت مش في حمل انك تخسر قدام ليبيا، لانك حتى لو كسبت المباراة التانية، او يعني لو كسبت المباراة الاولى وخسرت المباراة التانية، هتفضل ليبيا عندها فرص او عندها افضلية احسن منك، وبالتالي الماتشين في منتهى الاهمية ومنتهى الصعوبة، وخصوصا مع تغيير الجهاز الفني. ده ممكن يكون واحدة من السلبيات، عامل الوقت مش في صالحنا، الراجل تغيير الجهاز الفني ممكن مش في صالحنا. لكن النقطة الإيجابية إنه الراجل جاي مدي جرين لايت كده لكل اللعيبة، إنه فرصة تبتدي من أول وجديد، هنبدأ نقطة من أول السطر. الوجوه اللي كانت موجودة في المنتخب، وأنا الحقيقة بشوفها قماشة محترمة جدا، لكنها مش القماشة الوحيدة المتاحة. أنا شايف في لاعبين كتير جدا، وده مش رأيي، ده رأي كتير من الخبراء وكتير من جمهور الكرة في مصر، إن المنتخب كان فيه وجوه تستحق إنها تكون موجودة حتى ولو ما لعبتش بشكل أساسي. في أوقات كتيرة جدا لما البديل بيبقى مصدر تهديد حقيقي للعيب الأساسي، ده دافع كبير جدا للاتنين إن هم يطوروا مستواهم، وإنه محدش يبقى ضامن مكانه في المنتخب، دي حاجة كويسة جدا تبسطنا كمصريين وتسهل من مهمة الجهاز الفني وهو بيدير المرحلة اللي في منتهى الحساسية والحرج. بداية إن الراجل فتح الخطوط لكل المحترفين، يعني خليني أقول لحضراتكم القائمة، وحضراتكم الحمد لله برضو يعني اللي متابعنا على شاشة الأهلي وفي السادسة عارفين إنه مصر خلاص ما بقتش ريد زون، وبالتالي دخول وخروج اللعيبة اللي بتلعب في الدوري الإنجليزي ما بقاش أزمة بالنسبة للجهاز الفني المنتخب. اللعيبة اللي هتنضم في المعسكر اللي هيبتدي يوم 28 واللي هنخوض فيه مباراة ودية مع ليبيريا إن شاء الله، هتكون محمد صلاح من ليفربول، أحمد حجازي من اتحاد جدة، كوكا من كونياسبور التركي، النني طبعا من أرسنال الإنجليزي. تقرر استدعاء مصطفى محمد، ونتمنى انها تكون بدايه جديده لمصطفى، لانه الحقيقه تقدر تبني عليه في السنين اللي جايه كتير، بس مصطفى محتاج يتطور على المستوى الخاص بضبط النفس. انت لاعب محترف بتلعب في دوري مش قليل، بتلعب في نادي من اكبر انديه تركيا، ومن الوارد جدا ان احنا نشوفك في خلال السنه او السنتين اللي جايين بتلعب في حته افضل وفي دوري اقوى، وبالتالي محتاج شويه تشتغل على العقلية. هتقابلك مواقف كتير جدا صعبة، المواجهات الدولية هتلاقي استفزاز كتير جدا، ضغوط كتير جدا من حكام، من جمهور، من لعيبة بتلعب معاك في نفس الملعب، وبالتالي مصطفى محتاج القريبين منه يساعدوه على حالة نضج أو يوصل لمرحلة نضج، وأعتقد أنه مستقبله هيكون كبير جدا. عندنا كمان سام مورسي من إبسويتش الإنجليزي هينضم طبعا، في بيلعب في الدوري الدرجة الأولى. عندنا عمر مرموش، الاسم اللي سمعنا عليه كتير وإحنا كنا قدمناه لحضراتكم في السادسة يمكن قبل ما حد يتكلم عليه في مصر. عمر مرموش طبعا واحد من مهاجمي شتوتجرت الألماني، وبرضه الحقيقة إضافة قوية للمنتخب. أحمد ياسر ريان من ألتاي سبور التركي، كريم حافظ كمان من يني مالاتايا سبور التركي هينضموا للمنتخب. يعني تتكلم تقريبا على 50% محترفين بينضموا للقائمة لأول مرة. اللي عايز أقوله بقى إنه كمان على المستوى المحلي، وأتمنى إنه الرسالة تبقى واصلة لكابتن ضياء السيد، إنه في لعيبة كتير يا كابتن ضياء تستحق إنها تكون موجودة على أقل تقدير عشان تاخد فرصتها في تقييم مستر كيروش في الفترة اللي جاية. يعني الحقيقة الموسم ده أفرز عدد من اللاعبين اللي تستحق إنها تكون موجودة في معسكر المنتخب على أقل تقدير، حتى لو مش هيكونوا مشاركين في ماتشات ليبيا ذهابا وإيابا، يبقى الراجل عنده القدرة على متابعتهم وتقييمهم في معسكر المنتخب، لأنه وارد جدا الأسماء دي تكون موجودة في فترات جاية أو في مراحل جاية من المنتخب. فبالتالي التغيير بتاع الجهاز الفني يصب في مصلحة اللاعبين اللي بقت قدامهم المساحة أو قدامهم الفرصة أن هم يكونوا موجودين مع منتخب مصر. طيب قبل ما أكمل أخبارنا مع حضراتكم، تعالوا نروح اسكندريه، نروح لزميلنا شريف شعبان نطمن على خلاص 48 ساعه بنتكلم، خلاص استعدادات اخيره لمسات نهائيه، وزي ما تقول خلاص المباراه بتقرب والمباراه في انتظارها عشاق النادي الاهلي في كل مكان. نروح لشريف في اسكندريه ونقول مساء الخير يا شريف. شريف سامعني؟ طيب هنحاول نتواصل مع شريف مره ثانيه طبعا. احمد تحياتي ليك،
اتفضل سامعك زميلي احمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل متواجد الان في الفندق الخاص بالنادي الاهلي اللي بيقيم فيه معسكره، يمكن الان لسه حالا انتهاء امران النادي الاهلي بعد ان ختموا بفقره طبعا تسديد الضربات يعني ضربات الجزاء طبعا، يعني لسه خاتم بها امران النادي الاهلي الان حالا. يمكن النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي بتتجه الى فندق الاقامه. وخليني زميلي احمد ابدا لك بحاجه مهمه جدا، يمكن الجهاز الاداري شاطر قوي اما بيوفر مكان يعسكر فيه النادي الاهلي، يبقى في فندق، في ملعب داخل الفندق، في جيم، في بيسين، في كل ادوات الاستشفاء. فحسنا فعل الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا في اختيار الفندق وكل ملحقاته علشان خاطر لاعبي النادي الاهلي تستفاد بالمعسكر، ورب باذن الله يكلل جهودنا باذن الله ويوم الثلاث نفوز ببطوله جديده هي بطوله السوبر ان شاء الله. جمهور الاهلي لن يتنازل عن كاس سوبر مصري، وان شاء الله الاهلي في شكله الجديد قادر على تحقيق البطوله. لكن نتكلم اكتر على الاستعدادات، ازاي بتشوف تجهيز الفرقه، تشوف تكلمني على تمرين النهارده، حاله اللاعبين، الناحيه البدنيه والفنيه، مين تالق في الميران من وجهه نظرك، فرص الصفقات الجديده كمان يا شريف انها تكون موجوده في المباراه بتاعه السوبر المصري. طبعا زميلي احمد هنا لا صوت يعلو فوق صوت مباراه السوبر بحضور الاسطوره رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. امبارح كان في المران والنهارده ايضا موجود في بدايه المران الى نهايه المران. الحاله المعنويه مرتفعه جدا لكل لاعبي النادي الاهلي، كل الجلسات، كل المحاضرات من الجهاز الفني ومن كباتن الفريق الى لاعبي النادي الاهلي، والمطالبه بالفوز ببطوله السوبر. الحاله المعنويه باينه جدا على وجوه لاعبي النادي الاهلي، الكل تعهد على تقديم مباراة طليقة باسم النادي الاهلي ومصالحة جماهير النادي الاهلي ببطولة يوم الثلاثاء. مستر بيتسو موسيماني حذر من خطورة فريق طلائع الجيش، الكل تعهد على الفوز على فريق طلائع الجيش، وطبعا يفرحوا طبعا جماهير النادي الاهلي ببطولة جديدة تضاف الى دولاب بطولات النادي الاهلي. النهارده كان في محاضرة قبل بداية المران، كان محاضرة فنية. مستر بيتسو موسيماني يمكن يعني شاهد لاعبي النادي الاهلي كل نقاط القوة والضعف فريق طلائع الجيش، وطلب اللاعبين بالفوز واستغلال تمرين اليوم وتمرين الامس طبعا. وكل واحد لازم يجتهد في المران عشان يحجز مكان ليه في التشكيله. اللعيبه الجداد ايضا بتحاول تلفت انظار مستر بيتسو موسيماني عشان يحجزوا مكان في التشكيله. النهارده مستر بيتسو موسيماني بيعطي كل اللاعبين الجدد والقدماء طبعا الفرص النهارده في التقسيمه الكبيره، وكل واحد اداله ممكن يبدا هذا اللقاء هيبان طبعا عندما يعلن التشكيل يوم المباراه. مستر بيتسو موسيماني من المدارس اللي بيعلن التشكيل في يوم المباراه مش قبل المباراه، ممكن يتكلم مع لاعب لو هيبدا مثلا وجه جديد ولا حاجه، ممكن يتكلم معاه قبلها بيوم ولا حاجه يعرفه ان هو هيلعب. ولكن في العموم مستر بيتسو موسيماني بيعلن التشكيل في يوم المباراه، 11 راجل في الملعب باذن الله. الاهلي بمن حضر اي 11 باذن الله عندنا ثقه فيهم كبيره جدا، قديم جديد جديد قديم ولا هتفرق معانا، اهم حاجه هو الفوز وتتويج النادي الاهلي بالبطوله. زي ما قلت لك زميلي احمد التركيز الشديد باين على كل وجوه لاعبي النادي الاهلي. وخليني كمان اضيف لك حاجه، سالت مدير الكره النهارده الكابتن سيد عبد الحفيظ على الخطاب اللي ارسلوه امبارح الى اتحاد الكره المصري والاستفسار عن الصفقات الجديده والانذارات، قال لي الكل متاح تحت امر مستر بيتسو موسيماني. اتحاد الكره رد عليهم اليوم قال الكل متاح اذا كان صفقه جديده وكله ما عندوش انذارات فالكل متاح للمشاركه في مباراه طلائع الجيش، يبقى القرار الفني الاول والاخير الى مستر بيتسو موسيماني. ويا رب باذن الله يكون موفق في اختيار 11 راجل يمثلونا باذن الله يوم الثلاثاء امام فريق كبير هو فريق طلائع الجيش. طيب يعني افهم من كلامك انه في تمرينه النهارده كل اللعيبه جاهزه، مفيش حد ما كملش التمرين او مفيش حد اتعمل له برنامج تاهيلي او برنامج خاص، كل لعيبه النادي الاهلي الموجوده في المعسكر شاركت وجاهزه للمشاركه في المباراه حسب طبعا رؤيه الجهاز الفني. تمام زميلي احمد، الكل امبارح اتكلم ان في اصابه لطاهر محمد طاهر، ان في بعض الالام عند اكرم توفيق. الكل النهارده شارك في المران من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، حتى الضربات الترجيحيه الفقره الاخيره في تدريب مستر بيتسو موسيماني الكل كمان النهارده شارك في تسديد هذه الضربات. والحراس الاربع حراس النهارده كانوا موجودين في طبعا في المران او في مران الضربات الترجيحيه، الكل شارك، الكل جاهز لمباراه طلائع الجيش. الحمد لله ما شاء الله لا توجد اصابه الى الان في فريق النادي الاهلي، يا رب تكمل على خير بس بكره باذن الله، وباذن الله الكل جاهز لقائمه مباراه طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب.
بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان من داخل مقر اقامه الفندق الخاص بالنادي الاهلي. كل التوفيق طبعا، وبكره هنتابع طبعا مع حضراتكم وننقل لحضراتكم صوره قبل المواجهه بقى المنتظره ان شاء الله يوم الثلاث. عايزين بدايه موسم كده جمهور النادي الاهلي طبعا، يعني الفرقه وحشاه ومنتظر كمان يشوف فرقه النادي الاهلي، يشوف الصفقات الجديده، يشوف كوره حلوه، يشوف اول لقب نحققه ان شاء الله بعد توقف النشاط لفتره يعني تعتبر هي الاطول. هي مش فتره، ما تعتبرش فتره توقف طبعا، لكن هي تعتبر الاطول على مدار الموسمين الاخرين. طيب سريعا جدا على اتحاد الكره طبعا، الرشح لواء ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكره، واللواء صفيه الدين بسيوني عضو اتحاد الكره السابق، عشان حضراتكم عارفين انه رابطه الانديه بيتم انتخاب 5 من مرشحي الانديه، بينضم ليهم 2 من اختيار اتحاد الكره عشان تكون هي دي او يكون هو ده تشكيل الرابطه. الخماسي الحقيقه اللي تم انتخابه وفاز بالتزكيه طبعا هم احمد دياب، عماد متعب، خالد رفعت، عامر حسين، وشريف صالح، وفازوا بالتزكيه بعد ما اعتذر كابتن محمد فضل عن الترشح في المكتب التنفيذي. منتظر ان شاء الله اول اجتماع للمكتب هيكون يوم الاربعاء اللي جاي عشان يتم اختيار رئيس ونائب رئيس او رئيس ووكلاء، وده طبعا بعد ما ينضم مرشحي اتحاد الكره للمكتب. و تم الاتفاق، خليني اقول لكم انه طبعا في اجتماع عقد مع مهندس احمد مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه المعينه عشان تدير شؤون اتحاد الكره، انه الرابطه هتحصل على كامل الحقوق في اداره مسابقه الدوري زي ما شرحنا لحضراتكم امبارح، سواء من ناحية التسويقية، حتة الجزئية الخاصة بالرعاة، رعاية المسابقة، الجزئية الخاصة بالبث التلفزيوني، هيبقى في تنسيق بينها وبين بعض اللجان في اتحاد الكرة زي لجان الحكام، في تنظيم عملية التحكيم، هيبقى في جزء من العائد بتاعها رايح لاتحاد الكرة في مقابل توفير اتحاد الكرة الدعم سواء فني أو تقني. يعني نتمنى أن احنا نشوف موسم مختلف، هو موسم فيه تحديات كتيرة جدا، لكن إن شاء الله أتمنى أنه تجربة الرابطة في أول مواسم الدوري الجديد تكون تجربة ناجحة نبني عليها للي جاي عشان نطلع بالمسابقة ونطلع بمنظومة الكرة في مصر لمستوى اعلى من اللي احنا واقفين فيه، ونستحق ده الحقيقه، وقادرين، والاهم مش بس ان احنا نستحق، الاهم ان احنا عندنا كمان القدره. هاخدكم الكوره شويه، جايبين لكم ماتشين، يعني طبعا في فرقتين كبار، بنتكلم على بايرن ميونشن او بايرن ميونخ في مواجهه بوخم في الدوري الالماني، بنتكلم على مباراه فيها 7 اهداف حلوين، يعني صممنا ان احنا نلعبهم لحضراتكم، تعالوا نشوفهم ونستمتع بيهم. مباراه تالق فيها ليروي ساني بشكل كبير جدا، على الرغم انه 7 اهداف ناس كتير تعتقد انه ليفاندوفسكي كان نجم المباراه. طب نبتدي الاول بماتش اياكس. اياكس جايب في الدوري 9 تجوان 9 اهداف في مواجهه كامبر، ودايما اياكس من الفرق يعني اللي تفضى منها او تطلع منها النجوم، تلاقي السنه اللي بعدها فرق بتلعب كره حلوه، فرق عندها قدره انها تقدم كل موسم جديد نجم، فرق عندها قدره انها باسماء مش معروفه قوي تناطح كبار نجوم وكبار انديه اوروبا. والحقيقه يمكن تجربه الاستثمار في اياكس تستحق الدراسه، يعني فرقتين بشوفهم هم الحقيقه كانوا فرقتين وبقوا 4 فرق. بروسيا دورتموند الالماني، اياكس الهولندي، طول عمرهم الحقيقه عندهم قدره على النجاح في تجربه الاستثمار الناحيه الاقتصاديه، يمكن على مستوى البطولات ما يبقوش ناجحين قوي، لكن اقتصاديا دي واحد او اثنين من انجح التجارب. طبعا ديفيد نيرس هو يمكن النجم الابرز دلوقتي في صفوف اياكس بعد ما مشي عنهم ديانج ومشي عنهم حكيم زياش، ودايما اياكس لا تاثر، يعني يمشي منه نجوم ويبيع نجوم ويكسب فلوس كتير جدا، وتيجي في النسخه اللي بعدها في الموسم اللي بعده تلاقي اياكس زي ما هو منتهى القوه ومنتهى النجاح حتى على مستوى الدوري الهولندي. يمكن مش على مستوى اوروبا، مش حضور طاغي، لكن كل فين وفين بيطلع لك نسخه اياكس تلاقيها بتنافس وبتوصل قبل نهائي، ممكن في سنه من السنين يعني توصل نهائي، لكن فرقه تجربتها تستحق انها تبقى محترمه الحقيقه. اغلب النجوم يعني انت لو نزلت الشارع وسالت تعرف مين من، لو حد قال لك ديفيد نيرس اساسا يبقى كتر خيره، نجوم تقريبا مجهوله، لكن عندهم قدره الكوره كمان بتاعتهم يعني تيكي تاكا هولندا، دايما كره اياكس كوره ممتعه، فريق بيلعب كوره هجوميه، فريق بيلعب كوره على الارض، فريق عنده التابلول الحلو اللي عشاق الكوره يحبوا ان هم يتفرجوا على الكوره دي بصرف النظر عن بيشجعوا ولا ما بيشجعوش، لكن مباراته دايما ممتعه للناس اللي بتحب الكوره.
طبعا هنتكلم على مباراه الدوري الهولندي انها تخلص، ده الهدف الثامن طبعا، وده الهدف التاسع لاياكس. عمل جماعي اكتر من رائع، تفاهم الانسجام يا جماعه مهم جدا، بقى عنصر مهم جدا في كره القدم. هات اعظم 11 لعيب بيلعبوا في مراكزهم وحطهم مع بعض في اول مباراه من غير ما يبقوا بيتدربوا او منسجمين، مش هيطلعوا لك حاجه. لكن انك انت تبقى فاهم، يبقى بتتحرك وعارف زميلك رايح فين وهيتحرك ازاي وهيتحرك امتى وهتحط له كوره فين، ده ما بيجيش الا بشغل كتير جدا من الجهاز الفني ودرجه انسجام عاليه. طبعا طبعا ده ماتش لعبنا على بوخم وبايرن ميونشن، مباراه كان نجمها جوشوا كيميتش الحقيقه، كيميتش في واحده من الاهداف السلام، وكيميتش هنا يعني ركزوا في كيميتش والاجوان، هو هيجيب اجوان تاني في المباراه دي وتحركاته. جنابري طبعا واحد من اللعيبه القويه جدا في مركز الجناح اليمين على مستوى اوروبا كلها مش بس على مستوى المانيا، ومعاه طبعا الناحيه الثانيه كومن، ودايما ده هدف طبعا نيران صديقه. ودايما البايرن بيميزوا الحقيقه قوه اجنحته، يعني في اوقات كتير جدا طبعا الدويتو بتاع اريل روبن وفرانك ريبيري النهارده بتتكلم على جنابري وعلى كومن وعلى ليروي ساني، الحقيقه كان نجم المباراه دي بشكل كبير. وبصوا معظم اهداف البايرن في المباراه دي هتلاقوا الفرقه كلها تقريبا نص فرقه البايرن موجوده في منطقه جزاء فرقه بوخم، فريق بيهاجم بقسوه، فريق بيهاجم بعنف. والجون وده برده جوشوا كيميتش، بصوا اتحرك منين وجاي فين وواصل لغايه فين عشان هو اللي يحط الكره جوه، وهو جوه ال 6 يارد الثمانيه النموذجي، مركز ثمانيه النموذجي الحقيقه كيميتش. دي كوره فيها اصرار عنيف جدا على انها هتخش، يعني هتخش واحد اثنين ثلاثه والرابعه خلصها تشوبو موتينج في الجول عشان يحط او يحرز البايرن سبعي. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالاهداف اللي كانت معانا النهارده في السادسه. تعالوا بقى نروح لجوله يعني اعتقد انها ممتعه، انا نفسي اشوف الجوله دي لايف، نفسي في يوم من الايام اكون موجود في زيورخ، وبالتاكيد ان شاء الله يكون ليا حظ وفرصه ان انا ازور متحف الفيفا، اساطير الكره في العالم، تاريخ كره القدم، اللعبه الاكثر شعبيه، مقتنيات المتحف. هنحاول ناخد حضراتكم في تور صغير كده تبصوا يعني ايه متحف فيفا، ايه مقتنيات المصريه اللي موجوده في متحف الفيفا. هيكون معانا حوار مع مدير متحف الفيفا في زيورخ، هيكون معانا في السادسه بس بعد الفاصل. من اول ما بدات لعبه كره القدم واكاد يعني اجزم انه مفيش حاجه بتجمع اهل كوكب الارض زي كره القدم، مفيش رياضه نجحت مع يعني كشعبيه نجاح من ناحيه الجماهيريه والشعبيه زي رياضه كره القدم. وعلى مدار تاريخها كله نتكلم على حكايات وعلى قصص وعلى شخصيات ونجوم وبطولات، كانت تستدعي ان يكون في حاجه اسمها متحف الفيفا، وده اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. وهناخد حضراتكم في جوله سريعه جدا، وهيكون ضيفنا في السادسه هو باسكال سوبر بولر مدير متحف الاتحاد الدولي لكره القدم في زيورخ. بدايه طبعا اهلا بيك على شاشه الاهلي، وبشكرك شكرا جزيلا على موافقتك انك تكون معانا في السادسه. شكرا لكم جميعا وشكرا لكم على دعوتي، وانا سعيد جدا بتواجدي معكم. بدايه حابب انك انت تعرف يعني مشاهدي السادسه ايه قصه متحف كره القدم، ايه الهدف من انشائه، ايه هي اهم المقتنيات او اهم الاجنحه اللي موجوده واللي بتحكي تاريخ كره القدم جوه المتحف؟ حسنا، في البداية المتحف هو من أقرب الأماكن إلى قلبي، هو بالنسبة لي هو كاستاد أو كملعب كرة القدم، هو أفضل ختام للكارير الخاص بي، هو يضم العديد من الأشياء ذات العاطفة الخاصة لي ولذاكرة كرة القدم في العموم. وكسفير متحف الفيفا لكرة القدم احتككت مع العديد من الشخصيات المميزة كمدير المتحف، ورأيت كم يفعل المتحف من ربط جميع الشعوب ببعضها وجميع القارات ببعضها، بجمع مقتنيات من جميع أنحاء العالم.
وهذا هو هدفنا، هدف الفريق الرائع بمتحف الفيفا، هو توحيد الجميع، أن نرى الجميع وأن نراكم عندنا أيضا في متحف الفيفا كذلك. طيب نتكلم كده على أهم مقتنيات المتحف، لو المتحف ممكن تحكي لنا هل هو تم تقسيمه لأجنحة مرتبط مثلا بنجوم وأساطير كرة القدم، مرتبط أكتر ببطولات اللي بينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، مرتبط أكتر بمقتنيات بعض اللاعبين، يعني لو خدنا فكرة كده تاخدنا في جولة تصورية لأهم ملامح متحف كرة القدم. حسنا، بالطبع أنا تطلعت لهذا الأمر معكم وأن يكون هذا الأمر بشكل مباشر معكم يا رفاق. حسنا، متحف الفيفا هو يضم 210 غرفة للمقتنيات، لدينا مقتنيات جميلة من جميع أنحاء العالم وخصوصا من مصر ومن تاريخ كرة القدم عموما، وكيف تأسس الفيفا وكيف بني الفيفا حتى منذ بداية نشأة الفيفا حتى الآن، وأيضا يضم العديد من الكؤوس والعديد الخاصة بالعديد من البطولات حول العالم، ولدينا بالفعل أشياء عديدة من العديد من النجوم كمارادونا والعديد العديد من اللاعبين، مقتنيات الخاصة بهم، وهذه الأشياء لديها الأهمية لنعرضها للناس بالفعل في مكان واحد. إزاي بيتم اختيار أو يعني لو في معايير بيتم على أساسها أنتوا حاطينها تختاروا القطع أو الشخصيات اللي بيضمها أو التاريخ البطولات اللي بيضمها متحف الفيفا؟ حسنا، هذا سؤال جيد. بالطبع لدينا معايير خاصة بنا. أتذكر في العام الماضي كان يوجد لحظة جميلة جدا للمتحف، ولدي خاصة التيشيرت الخاص بالنادي الأهلي الموقع من بيبو، كانت هذه إضافة رائعة لمقتنياتنا، كنت سعيد جدا لهذا الأمر. وفريق جمع المقتنيات لديه معايير خاصة بجمع هذه الأشياء في متحف الفيفا، هذا الأمر واضح. ففريق جمع المقتنيات في الفيفا يعتقد أن هذه الأشياء، ممكن أقف معك في الجزئية دي تسمح لي، يعني ليه اخترتوا تيشرت النادي الأهلي وليه طلبتم توقيع كابتن محمود الخطيب تحديدا على التيشرت عشان يكون موجود في متحف الفيفا؟ حسنا، الأهلي فريق كبير وفريق رائع، الأهلي نادي لديه الملايين، قاعدة جماهيرية كبيرة بالمانيا وخصوصا بيبو، يا إلهي الأمر كبير فعلا، الأمر ليس فقط بخصوص كرة القدم، أنت تتحدث عن نادي كبير، وبالنسبة لمتحفنا فهذا الأمر هام جدا أن نضم التيشيرت الخاص بالنادي الأهلي. إزاي تواصلتم مع كابتن محمود الخطيب وإيه هي يعني الظروف اللي استلمتم فيها تيشيرت الأهلي بتوقيع كابتن خطيب؟ حسنا، هذا الأمر لم يكن شخصي بالنسبة لي لسوء الحظ، لم أتمكن من هذا الأمر، يعني تمنيت أن أقابل بيبو لكن لم أتمكن، لكن هذا كان خاصا بفريق العمل في الفيفا لجمع المقتنيات، وكان الشرط أن يكون موقعا من رئيس النادي، ولدينا أيضا مقتنيات مصرية أخرى، لدينا القفازات الخاصة بعصام الحضري، القفازات الأصلية التي استخدمها في اللعب والفوز ببطولة إفريقيا مع منتخب مصر، فهذا شرف كبير لنا أن نضم هذه المقتنيات المصرية،
ليس الأمر فقط للمصريين ولكن لمشجعي كرة القدم حول العالم. هذا الأمر مهم جدا لمتحف الفيفا لإظهار هذه المقتنيات الرائعة لجميع أنحاء العالم. الأمر مقتصر بس في متحف الفيفا على عرض المقتنيات ولا في أجنحة أو في أنشطة تانية ممكن الزوار زوار متحف الفيفا يقوموا بيها في جولتهم داخل المتحف؟ تعرف لدينا الكثير من الأنشطة للزوار بجانب المعرض في متحف الفيفا، لكن الأمر لا يتضمن الأطفال. الأطفال لديهم مستقبل ولديهم أماكن. لكن بالنسبة للمعرض فهذا الأمر مجاني للأطفال ومجاني لطلاب المدارس. هذه الأماكن وكذلك كمقتنيات الأهلي، إذا رأينا العديد من الناشئين حتى من الأندية وخصوصا الأهلي في زيورخ، فبالطبع يمكنهم أن يروا الأشياء بشكل مجاني. يوم واحد يكفي الجولة كاملة داخل المتحف؟ على حسب، إذا أردت أن تتعمق داخل المتحف والمكتبة فهذا الأمر يا إلهي الأمر كبير. إذا أردت التعمق أكثر في تاريخ الفيفا، كيف تأسس الفيفا وأعضاء الفيفا على مر التاريخ، فالأمر كبير. إذا أردت أن تقوم بجولة رائعة فلديك ساعتين من الزمن. أنا أود العودة مرة أخرى للملعب واللعب خصوصا ضدكم يا رفاق إذا أتيتم. هل في، وأنا كنت بتكلم إن واحدة من أهم الحاجات الحقيقة في كرة القدم إنها اللغة اللي بيتكلمها معظم شعوب العالم، ما فيش عندكم تفكير إن يبقى في توسع، يبقى في نسخ تانية من المتحف في بعض القارات المختلفة؟ يعني ممكن نشوف هل ممكن يبقى في تفكير او خطه انه المتحف اللي موجود في زيورخ يبقى في منه نسخه في قاره اسيا، نسخه ثانيه في قاره افريقيا، وهكذا يبقى اكثر من نسخه ومنتشر في معظم قارات العالم؟ حتى الان المقر الرئيسي لدينا في زيورخ، ولكن في روسيا كان لدينا معرض خاص بنا ولدينا جولة لمقتنيات المتحف في كأس العالم في روسيا، وإذا أردنا أن نتوسع في هذا الأمر في مختلف القارات فهذا الأمر مهم جدا. كان الأمر نجاحا لنا كما فعلنا أيضا في فرنسا من قبل، إذا أردنا أن نكون في بلاد مختلفة فهذا أمر يعد نجاحا كبيرا لنا، وهذا ما نتمناه بالفعل في المستقبل. يعني الناس إذا كان ليا أنه أقترح، أعتقد أنه وجود كمان نسخة يعني في أفريقيا مثلا، مصر بصفتها يمكن الدولة الأولى والأهم على مستوى المنتخبات والأندية، أعتقد أنه تبقى فرصة عظيمة جدا لتواجد نسخة من المتحف على أرض مصر، وأعتقد أن الدولة ممكن كمان تشجع التوجه ده بشكل كبير. طيب خليني اروح معاك بعيدا عن المتحف شويه، لانه انا عارف كمان انت كنت جول كيبر دولي ولعبت مشوار طويل مع منتخب سويسرا ولعبت النيو شاتل زاماكس ولعبت لبازل السويسري، وبازل بالنسبه لنا نادي لينا معاك كمصريين تجربه، طبعا كانت انطلاقه محمد صلاح والنني في مشوارهم الاحترافي. خليني اسالك الاول على تجربة صلاح والنني مع بازل، ازاي بتشوفها وازاي بتشوف المشوار الناجح اللي وصلوا ليه النهارده عشان يلعبوا مع ليفربول والارسنال؟ حسنا، محمد صلاح هو لاعب كبير جدا جدا جدا، نجم كبير في كرة القدم العالمية. حسنا، هو الآن محمد صلاح ليس على مستوى بلدي فقط ولكن على مستوى العالم، هو استطاع أن يبني
ويطور شخصيته ومجاله الاحترافي بشكل كبير. كانت خطوة كبيرة له، لكنه بعد ذلك أصبح سوبر ستار، أصبح نجم كبير جدا، أصبح لاعب رائع. هو يمتاز بالاستمرارية في النجاح للعديد من المواسم. هو الآن لاعب يعتمد عليه ليفربول بشكل كلي. محمد صلاح لاعب كبير بالفعل. أعتقد أنه صلاح والنني أثبتوا أنه الرهان على اللاعب المصري ممكن يكون رهان ناجح جدا. ليه الأندية السويسرية بعد نجاح صلاح والنني على أكثر من مستوى في أكثر من نادي ودوري ما فكرتش أنها يعني تراهن على لاعبين أو على أسماء لاعبين مصريين تانيين؟ أعتقد أن قبل محمد صلاح كان لدينا أحمد حسن في بلجيكا، كان لدينا لاعبين جيدين بالفعل، كان لدينا تجارب رائعة قبل ذلك، ليس فقط محمد صلاح. مصر دائما ولادة بالنجوم ودائما تمدنا باللاعبين الرائعين. مصر وخصوصا بالنسبة لي أرى أن اللاعبين المصريين في الخارج نجحوا، وأعتقد أن المنتخب المصري والدوري الخاص بكم والأندية المصرية تؤدي بشكل جيد، وأنا على ثقة، كل ثقة، بأن اللاعبين المصريين سيزدادوا في أوروبا وتطوروا أكثر، وأتمنى ذلك على المستوى الشخصي. أتطلع لرؤية اللاعبين آخرين في المستقبل. بمناسبة أنت كنت بتلعب في يعني قبل ما تلعب طبعا كمحترف فولهام الإنجليزي، كنت بتلعب في اثنين من أكبر أندية سويسرا، نيو شاتل وبازل، وبتذكر أنه يمكن واحد كمان من أوائل اللعيبة المحترفين المصريين كان هاني رمزي، مش عارف هل زميلته أو هل لعبت معاه أو لعبت ضده في أثناء لعبك في الدوري السويسري؟ نعم أعرفه، أنا لعبت ضد هاني رمزي، كان يلعب في نيوشاتل إكس ماكس، وهو مدافع قوي جدا، لديه روح وأداء قوي في الملعب، لاعب رائع جدا. بالنسبة لي كان هذا الوقت كان وقت رائع بالنسبة لمجالي الاحترافي وبالنسبة لهاني رمزي في نفس الوقت. وبعد ذلك انتقل للدوري الألماني وصنع رحلة كبيرة في أوروبا. خليني أسألك بمناسبة برضو مركزك كحارس مرمى، يعني على مستوى العالم مين أفضل حراس المرمى من وجهة نظرك دلوقتي؟ وإذا كنت تعرف يعني مصر دايما متميزة جدا في المركز ده وقدمت الحقيقة أسماء كتيرة جدا في مركز حراس المرمى، إذا كنت متابع ليهم أو إذا كنت تعرف يعني حاجة عن مستواه، مين لفت نظرك من أسماء حراس المرمى المصريين؟ نعم. نعم هذا سؤال جيد جدا. كما تعرف أنا تابعت دورة الألعاب الأولمبية، حارس منتخب مصر لاعب النادي الأهلي محمد الشناوي هو بالنسبة لي هو حارس مرمى على الطراز العالمي لأسلوبه في اللعب وقوته في الملعب. أحب أن أراه في الملعب، أحب أن أراه مع منتخب مصر باستمرار، وخصوصا بعد أدائه في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، هو وكذلك في كأس العالم في روسيا كان حارس جيد جدا جدا جدا، وكان سوبر ستار بالنسبة لهذه النسخة من كأس العالم. بالطبع محمد الشناوي هو أفضل حارس، لكن بالنسبة عالميا هذا الأمر صعب بالنسبة لي. في أوروبا لدينا حراس، العديد من الحراس الجيدين، لدينا إيان أوبلك ولدينا دونا روما الذي انتقل من ميلانو لبي اس جي، فلدينا العديد من اللاعبين الرائعين. هذا مهم جدا أن يكون لدينا العديد من اللاعبين حراس المرمى الرائعين. باسكال سوبر بولر بشكرك شكرا جزيلا، وإذا أتيحت لي الفرصة أن أنا أزور زيورخ وأزور متحف الفيفا بالتأكيد يشرفني أن احنا
نتقابل. بشكرك جدا جدا على وجودك وظهورك معنا على شاشة النادي الأهلي. دي كانت جولة سريعة وفكرة سريعة عن متحف الفيفا في زيورخ. خلينا نروح لفاصل ونرجع نستقبل شريف سويلة، بنتكلم معاه أكتر بقى. وحشنا الكلام في الكورة، وحشنا الكلام عن فرقتنا، وحشتنا ماتشات النادي الأهلي، كلام على مباراة السوبر إن شاء الله اللي هتتلعب بعد بكرة، الأهلي في مواجهة طلائع الجيش في السادسة. بس بعد الفاصل. تقدر تقول كده بالفوم المليان انه الاهلاويه في الانتظار. ليه؟ لانه المباراه دي في منتهى الاهميه. اولا هي مباراه اولى بعد غياب طويل، ثانيا مباراه بطوله، يعني الاهلي لو كسب ماتش السوبر ياخد كاس سوبر مصر بتاع الموسم الاخير، وكمان بين قوسين كده نقفل بيه الخماسيه، يعني الموسم ده هيبقى الاهلي فيه حقق خمس بطولات: دوري، كاس، دوري ابطال افريقيا، سوبر افريقي، وسوبر مصري. وكمان نضيف على ده انه اول ظهور لصفقات النادي الاهلي الجديده، ودي في حد ذاتها مخليه الناس كلها قاعده ومستنيه صفقات الاهلي الجديده هتعمل ايه، هتظهر ازاي. وكمان تقدر تقول انه مهم جدا تاخد كده رساله اطمئنان من العرض اللي هتقدمه الفرقه في انطلاقه موسم وفي نهايه موسم. هو الاثنين مع بعض مش عارف ازاي، بس هو ده احنا عاملينها لاول مره. انت بتلعب مسابقه الموسم الاخير في بدايه الموسم الجديد، فالناس عايزه تشوف فرقه النادي الاهلي وتطمن ان شاء الله، لانه زي ما اتفقنا جمهور الاهلي بيراهن على كل البطولات ان شاء الله بنسبه نجاح 100%، ونحن قدها ان شاء الله باذن الله. خلينا نتكلم على مباراه طلائع الجيش، ونتكلم مع حضراتكم كمان على الصفقات النادي الاهلي الجديده، ارقامها، تحليل ادائها. طبعا شريف سالم متميز جدا في تحليل نقاط القوه والضعف اللي يجب ان احنا نشتغل عليها او اللي يجب ان احنا نعالجها. فخلينا ندخل في موضوع الاهلي طلائع الجيش، ونرحب بشريف. اهلا بك يا شريف. اهلا وسهلا استاذ احمد، وان شاء الله موسم موفق باذن الله. ان شاء الله لسه بتقول ان شاء الله موسم موفق. ان شاء الله موفق. باذن الله تراهن على الموسم ده ان شاء الله باذن الله. الصفقات الجديده مقويه قلبك؟ جدا مقويه قلبك. طيب نبتدي كلام بماتش الاهلي وطلائع الجيش. ازاي شايف المباراه، وخصوصا انها مش هقول بعد غياب طويل، لكن بعد توقف يعتبر الاطول على مدار الموسمين الاخيرين؟ والله احنا يعني الريكورد بتاعنا مع طلائع الجيش كويس، ما فيهوش هزايم، لكن في مشكله ان احنا اخر ثلاث ماتشات مع طلائع الجيش كنا بنعاني. أيوة. سيمي فاينل كاس مصر انتهى بمعاناه وضربات جزاء، والدور الاول ماتش 1-1 لحد الدقيقه 90 تقريبا، لحد ما خلصنا بهدف الفوز 2-1، ومباراه الدور الثاني اللي صعبت شويه علينا بطوله الدوري، والتعادل 0-0. ففرقه الجيش فرقه قويه، عندها امكانيات كويسه، عندها تكتيك كويس، اكيد في مشاكل، مفيش فرقه ما عندهاش مشاكل، لكن اشتغل مع النادي الاهلي بشكل كويس جدا على مدار المباراتين بتوع الموسم ده، ومباراه نهايه الكاس بتاعت الموسم اللي فات، فدي بالنسبه لي يعني حاجه تقلق شويه. لكن وبالذات الكاس تقلق اكتر، لان انت عارف البطوله او الماتشات البطوله اللي بتتحسم من مباراه واحده دي بتبقى نوعا ما الـ 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 الكفتين فيها، مهما كان الاسماء والتاريخ والامكانيات وكل حاجه والفوارق، الكفتين فيها بيبقى 50-50. الكفتين 50-50، بس احنا لو رجعنا والمفاجآت وارده صح ولا ايه؟ طبعا المفاجآت وارده، اي المفاجآت في كره القدم وارده في اي مباراه، حتى لو في مباراه الدوري، لان في الاخر هي مباراه كره قدم، اللي هيقدر يشتغل اكتر على نفسه وينتج احسن على مدار ال 90 دقيقه هو اللي هيقدر يحقق كان الثلاثة بونت بتاع اللقاء، أو حتى لو كان مباراة كاس أو مباراة زي مباراة السوبر اللي هتتلعب بعد بكرة. لكن أنا بالنسبة لي برضو في حاجة برضو لازم نحطها على مباراة الجيش، إن إحنا في مباراة الكاس كنا راجعين طبعا من النهائي بتاع نهائي القرن. طبعا ذكرى عظيمة يعني. قربت أهي الذكرى. الذكرى الاعظم دي بالنسبه طبعًا للاهلاويه طبعا، يعني متهيأليش في مباراه او في بطوله الاهلاويه فرحوا فيها زي النجمه التاسعه دي، مش هتحصل تاني يعني. صحيح. الا لو النهايه اتكرر تاني، ومش هيكون له نفس الاحساس. أيوة. لانه خلاص يعني اول مره بيبقى ليها دايما احساس مختلف، طبعا مختلف. فطبعا ده اعظم لقاء. رجعنا من البطوله دي، لعبنا كاس مصر، فطبعا كانت في شويه مش هقول ارهاق، بس كان في ارهاق ذهني من الفتره بتاعت اللقاء، لان لقاء الزمالك اتاجل اكتر من مره. بعدها رجعنا بقى الدور الاول بتاع الدوري، كان في ارهاق بقى، عدد مباريات متتالي، فكان في ارهاق، فالمباراه اتصعبت شويه، وكان في بقى مشكله طبعا اخيره في المباراه بتاعت الجيش 0-0. كان شويه في ضغط ذهني على اللعيبه. ده مش موجود المره دي يا شيخ، ده المفروض مش موجود المره دي. احنا بنبدا سيزون جديد مرتاح، مفيش ضغوط من اي نوع، الفريق دعم نفسه بصفقات من العيار التقيل، فكل العوامل اللي انت بتقولها مش موجوده في مباراه السوبر اللي جاي. الارهاق موجود بنسب اقل، لان اللعيبه اخذت راحه، بس طبعا
قلنا ده الكلام ده الحلقه اللي فاتت، انه اللي اخذ راحه هي مش اللعيبه الاساسيه، لان اللعيبه الاساسيه انضمت للمنتخب وسافرت ولعبت مع المنتخب وبعد كده رجعت اخذت 5 ايام راحه. طبعا ده شيء ما بيحصلش في العالم كله ان حد ياخد 5 ايام راحه في ما بين موسمين يعني، فطبعا صعبه جدا. بس خلينا برضو نتفق انه حصل فاصل زمني، حتى لو فاصل زمني قليل، وحصل فاصل ذهني خلاص أحسن اللعيبه من مفيش يعني. أحسن من مفيش. مفيش. بالظبط. معانا بقى النهارده هنتكلم شويه على الجيش. في الجيش في شكل جديد، في اسماء جديده، في 10 لعيبه دخلوا جديد. بس احنا هنا هنتكلم مش على امكانيات لعيبه، يعني مش هنناقش ان اللاعب ده عنده مشكله فاحنا هنضغط على المشكله دي، لا، احنا هنناقش ان فرقه الجيش في الجزء بتاع التاكتكس عنده مشكله، اللي هو الجزء فيما يخص المدرب والفرقه نفسها. فاحنا هنتكلم على المشاكل اللي موجوده عند فرقه الجيش فيما يخص التاكتكس، مش اسامي اللعيبه بس. طبعا هو دعم بلعيبه كويسه جدا، وكمان ابرز الاسماء اللي يعني لو تقول لنا صفقات الجيش. انا مش ما يهمنيش قوي الاسماء اللي خرجت، سوري، الاسماء اللي دخلت، قد ما يهمني الاسماء اللي خرجت اللي كانت بتطبق التكتيك. اوكي. فانا بالنسبه لي خروج احمد سمير طبعا هيبقى مشكله كبيره للجيش، طبعا مع خروج عمرو جمال مشكله كبيره للجيش. انا دول اكتر اتنين، لانه الاوفنسيف ترانزيشنز اللي بيعملها فرقه الجيش بتعتمد على الاثنين دول. ايوه. فخروج الاثنين دول بالنسبه لي بيحقق لي نسبه امان في ان انا مش هبقى قلقان قوي من التحولات الهجوميه اللي كان بيعملها فرقه الجيش على النادي الاهلي في الماتش بتاع الدور الاول والمباراه بتاعه الدور الثاني. تمام. بس خلينا بقى نروح نشوف ايه المشكله اللي موجوده عند فرقه الجيش. نشوف بالصور كده بسرعه. طيب. لو نقدر نعرض الصور بتاعه المشاكل اللي عند فرقه الجيش. طب تمام، لحد ما الصور تبقى تمام، الصور معانا. في صوره قبل كده بس مش مهم، عايزين بس نلاحظ الفرق ما بين هي دي المشكله. احنا اتفقنا قبل كده ان احنا مش هنحط مشكله ونقول ان دي مشكله لو حصلت بشكل استثنائي. تمام. لكن هنقول ان دي مشكله لو في باترن ليها، يعني لو احنا شفناها بتتكرر في 10 مباريات بتتكرر. لا معلش، نرجع الصوره اللي فاتت. ممكن الصوره اللي فاتت، اول صوره اللي بنبدا منها. طبعا الجيش هنا لابس ابيض والجيش لابس ازرق. سموحه لابس ازرق والجيش لابس ابيض. نلاحظ هنا أزرق. هنلاحظ هنا المسافه اللي موجوده ما بين المدافعين، الجاب ده هيفضل طول الوقت موجود. فنعدي الصوره اللي بعدها. علشان الجاب ده موجود اللاعب قدر يرقص وينقل الكره الناحيه الثانيه، في طبعا بيج شانس ممكن تتسجل جول، لكن اعتقد الكره دي ضاعت. اللي بعدها نفس الكلام، نوقف بس لحظه، هنشوف الجاب اللي ما بين الليفت سنتر باك اللي هو اللعيب اللي فارد ايده الاثنين مع الليفت باك اللي هو اللي هو شويه تايه وسايب مساحه وراه، هتتنقل الكره دي. نروح للي بعدها. ايوه، في المساحه الفاضيه ننقل الكره اللي بعدها. تمام، ده الهدف. انفراد. اتسجلت هدف. احمد عبد القادر. اوكي. نفس الكره في نفس المساحه. تمام. انفراد مصطفى فتحي، سجلت هدف. اللي بعدها نفس المساحه. ده شوارع مش مساحه، دي شوارع. دي شوارع. هو في مشكله، هي مشكله يعني. هو الماتش ده كانوا بيلعبوا ناقصين ولا حاجه؟ عموما والله بتكلم جد يعني. لا لا، الشوارع اللي موجوده. نرجع دي ده مفيش. ده الحرس، ده طلائع الجيش. طلائع الجيش لابس احمر مع المصري. مع المصري. نرجع بس الصوره اللي فاتت، معلش لحظه، اللي قبلها. اللي قبل دي. اللي قبل دي كمان. انا بس عايز هي دي. هنا الكره دي طبعا هي الكره اتلعبت ناحيه الشمال. بس هنا احنا مش بنتكلم على القرار، احنا بندور على المساحه. الراجل الباك ليفت تحت سايب نفس المساحه. ايوه. ما اتلعبتش في ظهر الباك ليفت، ما اتلعبتش. لكن انت هنا لو لعبتها في اي حته في ظهر الباكات تمام، المساحه انفرادات. يعني مساحه فاضيه. واللعيبه مغطيه الاوفسايد يعني بمنتهى السهوله والاريحيه، تقدر ومفيش حد ضاغط على اللعيب اللي معاه الكوره. فانت بتتكلم على دي خيانه او مؤامره يعني. والله كلامك يعني لا في ضغط على اللعيب اللي معاه الكوره ولا في تغطيه على الجناح اليمين او الجناح الشمال، وبالتالي اي قرار هياخده اللعيب اللي معاه الكوره ده سهل جدا انه ينفذه. هو في كمان حاجه، هو دي مش هنقدر نحسبها قوي مشكله في التكتيك، ان دي مشكله عند اسلام جمال. بس هو خلاص خرج من فرقه الجيش، مشي. أوكي. بس دي كانت مشكله عند اسلام، دايما واخد 3-4 خطوات لورا. بيحاول يعوض بيهم المشاكل اللي موجوده في البطء اللي عنده. اوكي. بس ده بيعكس انه في معظم السيتويشنز اللي بتحصل في الملعب دايما بيسيب مساحه للمهاجم انه يقدر ياخد خطوتين يعمل بيهم سرعه انفجاريه وبتخليه دايما مش اوف سايد. اوكي. فهو بيحاول يعالج حاجه بس بيعمل مشكله ثانيه. نمشي الصور عشان ما نقعدش كتير على الصوره دي. تمام، يعني هو دي مش الصوره بس اللي بعدها، اتلعبت برده في نفس المساحه. اوكي، ما تسجلتش.
اللي بعده نفس الكلام، نقف لحظه بس الكوره مع تقريبا محمد ابراهيم، انا مش شايف كويس، بس هنشوف المساحه اللي هتظهر اللي بعدها. انفراد. اوكي. فيعني خلينا بقى خلاص احنا تقريبا وضحنا الـ 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 النقطه بتاعه العيب بتاع الجيش. بس في سؤال مهم بقى، هو طب هو ليه النادي الاهلي ما عملش كده ماتش 0-0 مثلا؟ لا ما هو برضو اي فرقه بتلعب الاهلي غير لما بتلعب مع اي فريق تاني في الدوري، يعني اكيد الخطه واجبات اللعيبه التكتيك اللي بيلعب بيه المدرب بيختلف. ده بقى التشالنج بالنسبه لي، انه انت كمدير فني بتشوف ان الفرقه دي عندها المشاكل دي، بس فرقه الجيش لما بتلعب النادي الاهلي بتلعب بثلاثه فلات، ثلاثه فلات يعني دايما بيبقى قافل المساحات، عرض الملعب تقريبا من 55 ل 65 متر على حسب الملعب، اللي هو غالبا هنقول 60 متر، بتشيل منهم 10 متر على الناحيتين هيتبقى 40، لما بتقسمهم على خمس لعيبه فكل مساحه ما بين اللاعب واللاعب تقريبا ما بتوصلش حتى 7 متر او 6 متر، ودي مساحه قليله جدا، فعشان كده دايما فرقه الجيش بتكون قافله المساحات. بس السؤال بقى هو انا ازاي اخترق لا مش اخترق، ازاي اظهر المساحات دي اللي كانت تمام موجوده في ماتشات تانية بان انا ما هاجمش الجيش من فوق؟ ما خلاص انا في الماتشات اللي فاتت انا كان عندي جولز في ان انا مثلا ماتش الدور الثاني انا كان عندي جول كبير قوي ان انا محتاجه اعوض فرق النقط اللي ما بيني وما بين الزمالك. انا خلاص ما عنديش المشكله دي، انا بلعب ماتش سوبر هيجيب لي بطوله، فانا ايه المشكله ان انا استنى تحت؟ مش هستنى تحت من غير الكوره، اقصد استنى تحت ان انا بدل ما بلعب من فوق من نص ملعب الجيش لا انا هلعب من نص ملعبي. وي اور انذر فرقه الجيش هتخرج هتجيلي، انت عايز تسحب فرقه الجيش بالزبط انها تطلع لك هو ده التشالنج بقى عشان بالزبط تقدر تخلق المساحات. السؤال هو هيطلع لك يعني هو ممكن ياخد هو المغامره ويسيب المساحات دي ورا؟ هو اجباري هيطلع انت مش معقول هتقدر يعني لو احنا تخيلنا مثلا ان فرقه الاهلي بدات تنقل 10 12 كوره عند حارس المرمى، هل ده مش هيخلي فرقه الجيش تخرج؟ طبيعي ان هيخلي فرقه الجيش تخرج. لو قدرنا نروح قبل الفاصل لمميزات بقى الاهلي نربطها بعيوب الجيش. لا هنقف عند مميزات الاهلي، انا عايز اشتغل لانه ده اللي كمان الكلام اللي يهم الناس، احنا مع وجود الاسماء الجديده سواء عمار او احمد عبد القادر اللي كانوا مقدمين موسمين قويين جدا، تاو وصاني وميكي برضو الجمهور الاهلي مسانين كتير جدا، وحسام كريم يعني الحقيقه كل الاسماء اللي داخله جديده على صفقات الاهلي كلها مقدمه موسم متميز، فخلينا نتكلم عليهم بقى بالتفصيل وتكلمني شويه عن ارقامهم وتوقعاتك لقدرتهم على الانسجام بسرعه مع الفرقه، بس بعد ما نروح لفصل نرجع نكمل كلامنا. جمهور النادي الاهلي في انتظار نسخه الاهلي 2022، نسخه كده اللي هي بتكتسح، نسخه بتاخد الاخضر واليابس زي ما بيقولوا. خليني اكلمكم اكتر عن شكل الاهلي ومصادر الخطوره فيه، والسؤال اللي يمكن كتير من جماهير النادي الاهلي بتساله، مناطق النفوذ هتبقى فين؟ مين هيلعب فين؟ مين هيسجل الحته دي باسمه؟ ومين ممكن يتالق في اول مواسمه؟ وخصوصا طبعا من الصفقات الجديده اللي ضمها النادي الاهلي. مره ثانيه برحب بشريف سالم محلل فني وضيفنا في السادسه، اهلا بيك يا شريف. اهلا وسهلا. طيب نخش في الاهلي بقى ونتكلم اكتر على مميزات الفرقه في شكلها الجديد وشكل الاداء اللي انت متوقعه من مباراه بدايه مباراه الطلايع، ونحاول نربط كمان ما بين العيوب اللي احنا اتكلمنا عنها في فرقه الجيش والمميزات بتاعت الاهلي نستغلها. تمام بالظبط. فلو بدانا بالصور اللي موجوده معانا فيما يخص فرقه النادي الاهلي او الفيديوز، هنلاقي ان تقريبا في المشكله الكبيره اللي بيعاني منها فرقه الجيش اللي هي مثلا المساحه اللي دايما بتبقى موجوده ورا الباك ليفت او الباك رايت، هنلاقي ان النادي الاهلي عنده ميزه كبيره قوي سجل منها كتير، يعني الناس حتى اعتقد عالق في ذهنها قوي فكره الجول اللي دايما ما بين عمرو السولية او قفشه وحسين الشحات. تمام. فهل احنا بقى كنادي اهلي هنقدر في مباراه الجيش نعمل ده؟ لو حققنا التشالنج بتاعنا ان احنا نقدر نسحب فرقه الجيش لتحت نخلق المساحات هنقدر نعمل نخلق المساحات ده. هنلاقي بقى المساحات دي موجوده. طب ما نحاول بقى نشوف في الفيديوز، طب هو النادي الاهلي لما بيلاقي المساحات دي بيعمل ايه؟ الفتره اللي فاتت دي شايف انها فتره كافيه انه الاسماء اللي دخلت على السكواد الجديده تنسجم، تفهم طريقه لعب مستر موسيماني يعرف يستخدمها او يوظفها الاستخدام الامثل؟ في شوط كبير جدا هيتقطع في القصه دي اللي هو ان ميكي هو اوريدي لعب مع مستر بيتسو موسيماني قبل كده. تمام. وتاو نفس الحكايه فدي شويه هتقرب المسافات هتقرب المسافات ما بين المدير الفني واللاعب اللي داخل جديد، علشان هو بيبقى اوريدي سمع الانستراكشنز دي من الراجل ده قبل كده اكتر من مره، فهو بيبقى عارفها. الجزء الثاني هو فيما يخص اللعيبه، واحنا يعني لو اتكلمنا عن الجزء الامامي في النادي الاهلي او الجزء الهجومي هنلاقي ان تقريبا اللعيبه اللي عندنا بيميزها جدا
الجيم انتليجنس او ذكاء اللعبه. ذكاء اللعبه ده بيسهل عليك انك تقدر تتعامل مع لعيبه جديده بتدخل السكواد. محمد مجدي قفش ممكن يكون اهم ميزه عنده الناس بتشوفها الذكاء، نفس الكلام بالنسبه لحسين، نفس الكلام بالنسبه لمحمد شريف. فاعتقد الموضوع هيبقى نسبيا سهل على اللعيبه اللي داخله جديد في السكواد ان هي مش هيبقى عندها مشكله. بمناسبه السكواد عايزين برضو نضيف نقطه ثانيه، انه طب ليه النادي الاهلي دعم في الاماكن دي وهو عنده لعيبه سوبر ستارز؟ لانه علشان تكون فريق قوي زي ما حضرتك لسه قايل، تشيل بقى الاخضر واليابس قدامك وانت ماشي، لازم يكون عندك ديبث في السكواد بتاعك او عندك عمق في السكواد. عمق يعني انا مثلا لما هتكلم عن حسين الشحات فانا بتكلم عن تاو، لما بتكلم عن كهربا وطاهر فانا بتكلم عن ميكي، لما بتكلم عن قفشه فبتكلم عن قفشه وميكي وطاو واحمد عبد القادر. وممكن كل دول ممكن يلعبوا او يدوروا في نفس السبوتس دي في نفس المراكز دي في الملعب. بالظبط، هو ده العمق بقى بتاع السكواد، ان انت طول الوقت بتبقى مطمن انه حتى لو انا عندي مشكله في لاعب لا قدر الله اتصاب ما تاثرش على مشواري. ما بتاثرش على مشواري لان عندي لعيبه كمان بكفاءه عاليه موجوده في نفس الاماكن، واللعيبه دي هتشتغل مع بعضها. يعني انت اتكلمت على تاو والشحات في اليمين، الاثنين هيسخنوا بعض. بالزبط. كهربا وطاهر وميكي في الشمال نفس الحكايه، عبد القادر وميكي برضو. انا ممكن اقول ان النمره 10 ده ممكن يلعب فيه ولعب فيه بالفعل ميكي كتير. وقفشه في الحته دي برضو يعني هيطلعوا احلى ما عندهم بسبب المنافسه اللي بينهم. بالظبط، وهي المنافسه دي كمان هتحاول تحافظ. يعني احنا في مشكله كانت موجوده في النادي الاهلي على مدار الموسم اللي فات، جزء كبير منها بسبب الارهاق. ان هو كان في ابس اند داونز طول الوقت ما بين المستوى، في تفاوت في المستوى ما بين اللاعبين. فالتفاوت ده طيب نخش على الفيديوز، على الفيديوز او نخش على المميزات بتاعت التفاوت اللي كان موجود في المستوى ده كان بسبب قله المنافسه. فعشان كده لما هندخل لعيبه جديده هتفرق شويه معانا. ايوه انا بس قبل ما نروح للفيديوهات، ده الشكل اللي الجيش بيلاعب بيه النادي الاهلي. يعني ده كادر، احنا جايبين كادر واحد بس، ده تقريبا كادر ال 90 دقيقه. هو انت طول الوقت هتشوف الجيش كده. طب هي بقى التشالنج ان انا ما اروحش للاماكن دي، ان انا ما هاجمش من نفس اماكن الزونز اللي انا بهاجم منها فرقه الجيش في الثلاث مباريات اللي فاتوا. انا لازم اغيرها. ليه لازم اغيرها؟ عشان انا كان عندي مشكله فيها. نروح لاول فيديو. النادي الاهلي لما بيلاقي المساحه اللي ورا الباك ليفت بيحصل اللي احنا شايفينه ده. مش مهم طبعا، طبعا الفينش طبعا مش مهم، انا بتكلم صناعه الفرصه. هو بالظبط صناعه الفرصه واستغلال المساحات. النادي الاهلي لما بيلاقي المساحه بيعمل برده كده. طبعا الباس اللي يوصلك على طول بدون بالظبط. نلعب الفيديو اللي بعده على طول. نفس الكلام في نفس المساحات دي اتسجلت هدف كهربا. كهربا طبعا، ماتش دجله. نلعب الفيديو اللي بعده، هنلاقي ان تقريبا المشكله اللي موجوده عند فرقه الجيش هي من ضمن مميزات النادي الاهلي. نفس الكلام، ده الكره اللي طارت فيها حارس المرمى. ايوه ماتش سيراميكا اعتقد. ماتش سيراميكا مظبوط. هو النموذج في دي مع الارتداد في عدد او في فاصل زمني قصير جدا، بشوفه الكوره بتاعه الجون الثاني في ماتش الوداد، ديانج لحسين الشحات. هي من كره كورنر علينا بالظبط، تو باسز يعني باستين تمريرتين وصلنا للمرمى بانفراد. بالظبط، ده طبعا من ماتش الجيش. ادي الكره اللي دخلت وما اتحسبتش طبعا. بالظبط، ليه جبنا الحاله دي؟ هي ممكن تكون حاله مش مهمه في الشرح اللي احنا كنا بنشرحه، بس ليه جبناها؟ دي نفس المساحه برضو اللي ورا باك ليفت. ليه جبنا المساحه دي؟ لان المساحه دي والكره دي بالظبط بالظبط يا شريف هو الجون الاول بتاع الاهلي في كايزر تشيفز في دوري الابطال. بس طبعا فرق الفينشنج طبعا هناك خلصت. يعني شريف مختلف شويه طبعا. باد لك كبير قوي الواليا، عاش معانا باد لك طول الموسم تقريبا. يعني هو بصراحه بالزبط. انا شايف انه انا يهمني بقى في اللقطه دي، لو نقف لحظه بس وخلاص ده اخر فيديو. يهمني في اللقطه دي انه ده الكادر اللي احنا جبناه من شويه. صح كده، بس من الزاويه الثانيه او في الشوط الثاني. يهمني ايه؟ انه فرقه الجيش لما انت لعبتها كده، اخطر كوره وصلت للنادي الاهلي او النادي الاهلي قدر يوصل بيها لمرمى فرقه الجيش من كره عرضيه. كره ثابته. فعشان كده يعني يا هنشتغل قوي قوي في الفتره بتاعه التدريب دي على الكرات العرضيه. قول لي التشكيل المتوقع يا شريف. التشكيل المتوقع طبعا ماتش طلايع. تمام، اعتقد بنتكلم على شناوي، علي معلول، ايمن، بدر،
صعبة؟ أكرم أو أو كريم، بس أوكي. غالبا لو أكرم جاهز هو اللي هياخد، أكرم تمام. توفيق، أليو ديانج وعمرو السولية، أفشة على شماله، ميكي تمام. وعلى يمينه حسين الشحات، ومهاجم محمد شريف. ومهاجم محمد شريف مين نروح للصفقات؟ طب قبل الصفقات وقبل ما تكلمني على توقعاتك ليهم وادائهم وانسجامهم ومين ممكن يكون مفاجاه الاهلي السيزون اللي جاي، خلينا نتكلم اكتر على بعض المشكلات. يعني احنا في بدايه مشوار جديد، بالتاكيد كان عندنا بعض السلبيات، بعض المشكلات، جزء منها كان بسبب موسم مضغوط، جزء منها بسبب عدم انضباط تكتيكي، تراجع مستوى بعض اللاعبين، لكن لابد ان احنا نتعامل معاها في بدايه موسم. ويمكن اكتر حاجه لفتت نظري السنه اللي فاتت وكنت معلق عليها هي الاهلي دفاعيا. الاهلي دفاعيا استقبل عدد كبير جدا من الاهداف في الموسم الاخير، على الرغم من ان كل مدافعينه تالقوا وقدموا موسم كويس جدا، ومن وراهم افضل حارس مرمى في مصر وافريقيا محمد الشناوي، ورغم كده شباك الاهلي استقبلت 28 هدف، وعندنا افضل اثنين لعيبه ديفندرات في افريقيا، حمدي فتحي واليو دياج. مظبوط. فهي لازم نرجع بقى نحط ايدينا على المشكله اللي موجوده عند النادي الاهلي، ولو قدرنا نلعب دلوقتي الصور او الفيديوز اللي موجوده معانا فيما يخص الحالات دي، هنلاقي ان في مشكله كانت متكرره طول الوقت عند النادي الاهلي. المشكله دي لو احنا حطينا ايدينا عليها دلوقتي هنقدر ان احنا نشتغل عليها من بدايه الموسم، فما تبقاش مشكله موجوده عندنا. تمام. فلو قدرنا برضو نلعب الفيديوز دلوقتي واحنا بنتكلم، نلعب يعني مش مهم نقف عندها، احنا هنشرحها بسرعه واحنا ماشيين. في مشكله موجوده طول الوقت عند النادي الاهلي في التحولات الدفاعيه. لا، دي مميزات النادي الاهلي. دي النقطه بتاعت الناحيه الهجوميه والكارباسات. في مشكله عند النادي الاهلي طول الوقت موجوده. في مشكله عند النادي الاهلي طول الوقت موجوده هي التحولات الدفاعيه. ازاي النادي الاهلي بيتحول دفاعيا؟ تحولات النادي الاهلي الدفاعيه كان فيها مشكله على مدار الموسم، جزء منها بيرجع للارهاق، وده احنا كنا شرحناه قبل كده، ان طبيعي ان الارهاق بيأثر عليك، كان في البوزيشننج، كان في ان انت ازاي بتقف في الملعب، او في ان انت ازاي بتتحول هجوميا ودفاعيا، لان طبعا التحولات بتحتاج مجهود بدني كبير. فالنادي الاهلي كان عنده مشكله في الحته دي، خصوصا في الجبهه بتاعت محمد هاني. محمد هاني وحتى اكرم توفيق لما لعب شويه، اكرم كان لانه كان فات اكتر، ومحمد هاني اتصاب اصابتين على مدار الموسم اثروا عليه شويه بدنيا، فكان في مشكله في التحولات الدفاعيه للنادي الاهلي، في ان المساحه اللي موجوده ورا الاثنين دول طول الوقت فاضيه. عشان كده حتى لو نفتكر الناس لو تفتكر بالذاكره كده، اخطر كره لفرقه الجيش كانت من الناحيه دي برضه، اللي هي بتاعت احمد سمير اللي عدى وعمل تصويبه على محمد الشناوي اللي هو شالها بايد واحده، كان سيف هايل جدا يعني. فده بالنسبه لي واحده من اهم عيوب فرقه النادي الاهلي في التحولات الدفاعيه، ودي اللي لازم نشتغل عليها. المشكله دي كان ليها جزء من الحل، ما كانش ليها حل للاسف، بس كان ليها جزء من الحل. المباريات اللي كان موجود فيها اليو ديانج كان بيستغل البيس العالي بتاعه قوي والاكسلريشن العالي قوي، في ان هو طول الوقت بيقفل المساحات الفاضيه اللي موجوده في ظهر الاثنين فول باكس، بس لازالت المشكله دي موجوده، وانا شايف ان احنا المفروض نشتغل عليها. تمام. مفاجاه الاهلي اللي متوقعه من شريف الموسم اللي جاي؟ انا متوقع ان نجم الاهلي الموسم الجديد يكون حسام حسن. التوقعات دي مش مجرد احساسي، يعني احنا بنتكلم على اللاعب ده بيقدم ايه مع الفرق اللي اشتغل معاها. حسام حسن من اللعيبه المهمه جدا في مصر، كان على مستوى الهجوم او على مستوى الدفاع، سوري على المستوى الاجنحه، في المستوى الهجومي كمان عنده عدد اهداف كويس. حسام حسن لعب 15 مباراه مع سموحه قبل ما يسافر، سجل فيهم 9 اهداف، فده بالنسبه لي مؤشر كويس، لانه الموسم اللي قبله لعب 32 مباراه مسجل 11، ففي نص موسم تقريبا سجل نفس عدد الاهداف اللي سجلها في الموسم اللي قبله. اكتر مركز بيتعرض فيه لعيب للضغط في النادي الاهلي هو مركز راس الحربه. مظبوط. صح؟ مظبوط. يعني ده اللي فرصته مع الجمهور قليله قوي. النجوميه عاليه قوي. طبعا طبعا. بس المنتظر منه غير المنتظر من 10 التانيين اللي موجودين في الفرقه، فاهم قصدي؟ فبالتالي ده بيمثل ضغط عصبي. حسام حسن قادر على التعامل مع الضغط ده مع جمهور بحجم جمهور الاهلي؟ هو قادر على التعامل مع المركز ده، خصوصا لانه النادي الاهلي من اهم المراكز، او انا بعتبره اهم مركز الموسم اللي فات، كان محمد شريف. ايوه. وبعتبره نجم الموسم يعني. طبعا يعني مع محمد مجدي قفشه طبعا، لكن هو بالنسبه لي نجم الموسم. هو اختيارات جمهور السادسه لغايه دلوقتي الترتيب بتاعها، ولسه الترتيب ده هيتغير مع ماتشات الكاس والطلائع، لانه ده بالنسبه لنا موسم مخلص. نفس الموسم. ديانج، قفشه، الشناوي، شريف، دول الاربعه الرباعي بتاع المقدمه. تمام. انا ورا منهم جاي اكرم وشحات. انا بالنسبه لي محمد شريف، لانه هتلاقي مباريات كتير جدا على مدار الموسم كانت المباريات دي بيتقال انها مباريات صعبه،
لان الخصم عنده مثلا قوه دفاعيه، عنده تحولات دفاعيه كويسه، عنده ترانزيشنز هجوميه كويسه. الحاجات دي كلها لما انا بيبقى عندي لعيب هداف بيقدر يسجل جول في بدايه المباراه او يسجل لي من نص فرصه، فده بيريحني كتير. فاعتقد محمد شريف بالنسبه لي نجم الموسم. تاثير ده ايه على الجماهير الموسم الجديد؟ ان الجماهير مش قلقانه. فحسام حسن انا بحس ان هو مش هيبقى عليه بريشر كبير. ليه؟ لان هو خلاص الولد جاي في بوزيشن هو اوريدي كويس، تمام اوريدي المكان ده فيه. لا احنا خلاص متوقعين من محمد شريف ان هو يسجل عدد اهداف كويس، فالدقائق اللي هياخدها حسام حسن اعتقد مش هيكون فيها ضغط عليه. وانا بصراحه كنت مبسوط من الدقائق اللي اخذها في مباراه بتروجيت، تحركاته كانت هايله وكان كويس كمان. لو كنا اتكلمنا الحلقات اللي فاتت عن الديناميكيه بتاعه النادي الاهلي، ازاي المهاجم بتاع النادي الاهلي بيتحرك مع المجموعه اللي تحتيه، حسام حسن عنده الميزه دي قوي، لان هو لعيب لعب جناح كتير فعنده الميزه، فهيحافظ للنادي الاهلي على الديناميكيه الهجوميه دي. فاعتقد هو يعني ان شاء الله باذن الله رهانك عليه. رهاني. نتكلم على الافارقه شويه، نتكلم على ميكي ونتكلم على تاو، لانه الصفقتين دول كمان عند جمهور الاهلي، يعني بما انك بتجيب لعيبه من بره مصر ده معناه انك انت جايب لعيبه سوبر، والاثنين الحقيقه البروفايلز بتاعتهم محترمه جدا، سواء ميكي اللي شفناه وتابعناه واحنا بنشوفه الحقيقه موهبه محترمه جدا واللعيب عنده قدرات كبيره جدا، سرعه، مهاره، ذكاء في التحرك، لمسه، الفينش الاخير بتاعه اكتر من رائع. وتاو الحقيقه برده لعيب بعيار تقيل، انا بشوفه يمكن يكون اهم لعيب في منتخب جنوب افريقيا. تاو لعيب كبير ولعيب جاي من الدوري الانجليزي، فاعتقد الصفقه دي مش هيكون عليها جدال كبير قوي في نجاحها من عدم. الموضوع في الاخر هيرجع للتوفيق، في الاخر دي كره قدم، ممكن اي حد يوفق او لا يوفق. نشوف الهيت ماب وانت بتتكلم على تاو كده. يا ريت لو قدرنا نطلع الهيت ماب بتاع تاو. احنا عندنا ارقام كويسه جدا بالنسبه لبيرسي تاو على مدار المواسم اللي فاتت، لكن يهمني قوي فكره انه دي كومبير، ده مش الهيت ماب، دي كومبير مقارنه ما بين الموسم اللي فات 2019-20 و2021. هنلاقي ان هو في الموسم الجديد سجل 8 اهداف، في الموسم ال 19 سجل 4 بس أهداف. فده بالنسبه لي رقم كويس. أيوه. معدل اسيست قل شويه. أيوه. كان عامل 6 اسيست في موسم 19، عمل 2 بس في الموسم الجديد. بس على الفعاليه على المرمى والايجابيه على المرمى واحده، لانه هنا التوتال 10 وهنا التوتال 10. بالظبط. 4 اهداف و6 اسيست، بس هنا 8 اهداف و2 اسيست. بس انا بالنسبه لي المعدل هيبقى اعلى شويه، لان الكلام بتاع الموسم الجديد، الاحصائيات الموسم الجديد. أيوه. اللي انتهى يعني مؤخرا هو في 25 مباراه فقط. تمام. لكن احصائيات موسم 19-20 كانت في 35 مباراه، فدي تقريبا الاحصائيات بالنسبه لي المهمه. زائد الفعاليه احسن في الموسم الاخير، الفعاليه احسن في الموسم الأخير، لان عدد المباريات أقل وعدد الدقائق كمان اقل، لانه ما شاركش في ال 25 مباراه بشكل مستمر على مستوى ان هو يبدا مع ال 11. واقول لجمهور الاهلي طبعا هو بيرسي تاو هيطلع مع الاهلي نيو لوك، يعني الصوره دي خلاص. الصوره دي خلاص بالظبط كده. حلق شعر. لو قدرنا نروح للهيت ماب هيتفسر لنا نقاط مهمه جدا. لو ركزنا بقى في الهيت ماب دي، هي مش هيت ماب قوي، مفيش يعني مش حاجه حراريه، بس دي الاكشنز بتاعت اللاعب. هنلاقي ان تقريبا 90% من الاكشنز بتاعت اللاعب ناحيه اليمين. ايوه. ده اللي بيدل على ان اللاعب جاي متارجت قوي ناحيه اليمين في نادي الاهلي. فهنا بنقول ان هتبقى في منافسه كبيره ما بين حسين الشحات وما بين بيرسي تاو. المنافسه دي في مصلحه مين؟ في مصلحه النادي الاهلي. لو رحنا لميكي وفي مصلحه الاثنين، وفي مصلحه الاثنين طبعا، وفي مصلحه الشحات. مظبوط. لو نقلنا على نروح لميكي، لو نقلنا بقى على المقارنه بتاعت ميكي سون، هنلاقي برضو في المقارنه بتاعت ميكي عنده شويه ارقام احسن الموسم ده. الاثنين عدد مبارياتهم اقل. أي. الموسم ده اقل من الموسم اللي فات، لكن ميكي السنه دي عامل مباريات كويسه، وطبعا الناس هتفتكر له الجول بتاع النادي الاهلي طبعا. لا هو كل جواله حلوه يعني، وتاو كل جواله حلوه يعني، لعيبه يعني في جول، في لعيبه سكوررز يعني هدافين، بس اللي بيخلص. لكن ميكي وتاو لما تتفرج على الاجوال بتاعه تستمتع بـ بـ يعني تستمتع بحلاوه الجول، تستمتع. وفي نقطه بالنسبه لي بقى مهمه هنا، في مشكلتين، في مشكله وميزه. المشكله هتبقى في الدريبلز. للاسف يعني ميكي شويه عنده بيطول الكره شويه. ده التشالنج اللي موجود عند مستر بيتسو موسيماني، انه ازاي يحافظ على اللاعب في ان هو يقول له ان احنا هنشتغل بطريقه معينه تخدم المجموعه ما تخدمش الفرد. كون ان انت كنت سوبر ستار في سيمبا،
بس انا هقول لك حاجه بالنسبه للجمهور بقى، انا بكلمك الجمهور مش جهاز فني ولا انا 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 افتقدت الحلول الفرديه في الاهلي الموسم الاخير. يعني التيم كتيم ورك شغال كويس جدا ومسجلين 70 جول، احنا الاقوى هجوميا 72 يبقى احنا الاقوى هجوميا وما عندناش مشاكل في التهديف. لكن انا افتقدت في اوقات كتيره جدا الحلول الفرديه، ال1 تو 1، اللعيب اللي ممكن يخلص ماتشات مع يعني عارف بتواجهك فيها ظروف صعبه، ودي كانت ماتشات كتير وكانت مع فرق مش احسن حاجه في الدنيا. المعادله بالنسبه لي في ان انا ازاي اكسب ده من غير ما اخسر حاجه ثانيه. التيرن اوفر اللي بيعمله ميكي بيبقى مشكله، لان دايما بيعمله في قلب الملعب. هو لعيب عنده حلول فرديه كبيره، بس المشكله في ان هو شويه بيطول الكوره، ده هيحطنا في مشكله في التيرن اوفر. لان انت كنادي اهلي، احنا لسه من شويه كنا بنتكلم ان النادي الاهلي عنده مشكله في الارتداد الدفاعي، فالتيرن اوفر الكتير هيعمل مشكله. ده بالنسبه لميكي. لكن في ميزه ثانيه ان هو بيحقق لك حاجه مش موجوده عندك في النادي الاهلي للاسف. الموسم اللي فات هو شوتر هايل، تمام، لعيب شوتر هايل، لعيب مصوب جيد جدا. طبعا الناس برضه تفتكر الجول في محمد الشناوي، لكن غير جول محمد الشناوي الناس لو رجعت بطوله افريقيا هو ليه 3 اهداف 3 تصويبات، الثلاثه اقوى من بعض. طيب انا عندي سؤال بقى مهم جدا، وبيتهيالي انه طريقه التفكير دي بتدور في 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 عقول كتير جدا من جماهير الاهلي. هل مش شايف ان القماشه اللي مع مستر بيتسو تسمح له انه يغير من طريقه اللعب وتبقى الطريقه والواجبات اكتر هجوميه؟ يعني احنا بنلعب دلوقتي او الطريقه الاغلب اللي لعبنا بيها السنه اللي فاتت كانت 4-2-3-1، او في اوقات كتير جدا 4-3-3، وبنميل فيها للناحيه الدفاعيه اكتر منها والاستحواذ اكتر منها للناحيه الهجوميه أكتر. هل مش شايف انه الاهلي ممكن يغير الطريقه بالقماشه دي وتبقى الطريقه هجوميه اكتر من كده؟ يعني ممكن نخليها 4-1-2-3 او 4-1-4-1 مثلا. يعني مش شايف انه القماشه دي تسمح لنا ان انا عايز فريق ما بينزل يهاجم 90 دقيقه؟ يعني عارف البوكسر اللي بيحط الملاكم في الركن، انا شايف انه الاهلي يقدر يعمل ده. هو النادي الاهلي يقدر يعمل ده، بس الموضوع مش يعني مش بالسهوله دي، لانه انا عشان ابدا اغير الطريقه. على فكره الماتشات اللي كلمتك عليها من شويه دي كان مستر موسيماني لما بيجي لاخر 10 دقايق ويلاقي الجيم مقفول كان بيعمل ده. يعني في اوقات كتير جدا كنت بتلاقي الاهلي وكانت في اوقات كتير بتجيب نتيجه فعاله. يعني هو انا هيبقى عندي مشكله مع تغيير الطريقه، انه مفيش رفاهيه ان احنا نعمل كده. مشكلتنا مع تغيير الطريقه ان انت محتاج فتره اعداد. ايوه. ليه فتره اعداد؟ علشان تجرب، لان اللعيبه يعني احنا مصر بدات في 2009 2010 تلعب 4-2-3-1. انت تقريبا 50 او 60% من ال 11 اللي بيبداوا لعيبه مصريين. أيوه. انت عندك 5 محترفين بس، ده ان كيس ان الخمسه لعبوا. فاحنا بنتكلم على اللعيب المصري. طب اللعيب المصري بيلعب 4-2-3-1، فمن لو بنتكلم من 2010، فمثلا محمد شريف لما اول ما بدا يلعب 11 هو عنده 13 سنه بيلعب 4-2-3-1. فعشان انا اغير في ذهن اللعيب ثقافه تكتيكيه هو بياخدها بقاله 10-12 سنه، ده موضوع مش سهل، شايفه صعب، محتاج فتره اعداد. بس هل النادي الاهلي عنده القماشه دي؟ هو النادي الاهلي عنده قماشه تلعب 3-4-3 عبقريه. بس الفكره انه ازاي هشتغل مع اللعيبه في 3-4-3، او حتى هشتغل باي طريقه ايا كانت الطريقه اللي انا هشتغل عليها، محتاج فتره اعداد، محتاج جوه فتره الاعداد دي لمباريات وديه عشان هيحصل لي مشاكل، فاحتاج ارجع اروح اعالج المشاكل دي والعب مباريات وديه اقوى من اللي قبلها، فتظهر مشاكل اكتر، لان مع كل منافس قوي في مشاكل اكتر هتظهر. لو انا ما عنديش الرفاهيه لا كان في الوقت ولا كان في علاج اخطائي ولا حتى في فرصه ان انا اشتغل بشكل كويس على المجموعه اللي موجوده عندي في ان انا العب مباريات وديه، فانا شايف ان هيكون صعب جدا اغير طريقه اللعب. بس هل في قماشه تعمل كده؟ في قماشه طبعا تعمل كده بشكل عبقري. يعني استمتعنا بيك وبكلامك ورؤيتك الفنيه لمباراه الطلائع، ونتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي، ونتمنى كمان يعني طبعا الفوز بالبطوله، نتمنى نطمن اكتر كمان، يعني زي على نفس قدر اهميه انك تحقق مكسب في بدايه مشوار سيزون جديد وتحقق بطوله، كمان نفسنا نطمن على كره الاهلي 90 دقيقه ان شاء الله يكونوا 90. هو احنا الماتش ده ما فيهوش اكسترا تايم، انا اعتقد في اكسترا تايم، في اكسترا تايم. اتمنى ان احنا نخلصه في 90 دقيقه ان شاء الله، ونقدم مع الفوز عرض قوي يشبع غرور جماهير النادي الاهلي ويحقق لهم اولى بطولات بدايه انطلاق موسم جديد، ولكنها طبعا تحسب على الموسم المنتهي. بشكرك شريف، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا واستمتعنا بيك النهارده في السادسه. اشكرك، وان شاء الله المباراه تخلص 2-0 في 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله، ويمكن اكتر كمان.
ان شاء الله ان شاء الله يا ريت ان شاء الله كل التوفيق لنجومنا، وفي انتظار طبعا الصفقات الجديده في ظهورها الرسمي الاول ان شاء الله مع النادي الاهلي. بشكر حضراتكم على المتابعه ونتقابل بكره ان شاء الله في السادسه. تحياتي لكل الاهلاويه.